متابعينا وفيا، مرحبا بكم في محل جلال الديكور. كالعادة كما راكم تشوفوا اليوم رانا في طابق المفروشات، العالم الكبير والواسع، في أشياء جد رائعة متنوعة. عالم كبير للمفروشات كما راكم تشوفوا، أناقة وجمال، الله يبارك ما شاء الله. هذا الطابق يعني فيه الحيوية، فيه شوية كما يقولوا كي تدخل ليه تحس بالراحة وتحس باللي راك في يعني في بلاصة مليحة. يعني فيه أشياء كثيرة، كاين زرابي، كاين أفرشة، بزاف حوايج فيه، كاين طابيات، عالم كبير وواسع. على كل حال اليوم حبيت نشارك معكم جولة، على الأقل نشوفوا الأشياء المتواجدة في هذا الطابق الأنيق والكبير والواسع. يعني الله يبارك، عالم كبير جدا كما راكم تشوفوا معايا متابعينا أوفياء. هذا الطابق مخصص سبيسيال للزرابي ومخصص للطابيات، وكاين أفرشة، وكاين بزاف حوايج فيه. نبدأ على بركة الله ونشوفوا الأشياء المتوفرة في هذا العالم الكبير والواسع، ونشارككم بالجديد على كل حال، ونشوفوا مع بعضنا الأسعار. بداية على كل حال، محل تاعنا متواجد في مدينة عين مليلة، بالضبط حنا مقابلين بازار علي بابا في طريق المزدوج. أمي الحبيبة، خالتي العزيزة، خالتي مدام، أختي الكريمة، كما راكي تشوفي وفرنا لك طابي فان. طابي فان هذا فيه نوعين، فيه جودة شوية وفيه جودة جيدة. كما راكم تشوفوا هذه الحاجة المميزة فيه، انه فيه العرض تاعو مترتين ونص يا امي الحبيبة. العرض تاع طابي فان هذا فيه ليكولار جميلة جدا، ها بزاف ليكولار. العرض تاعو مترتين ونص، والطول تاعها 4 مترات، يعني 2.5 ل 4 مترات، حجم كبير يعني اللي يحتاج 2.5 ل 4 مترات. فيها قلنا دو كاليتي، كاين كاليتي شوية وكاين كاليتي مليحة. كما راكم تشوفوا معايا الموديل، فتحت لكم موديل هنا باش تشوفوه، هاوليك شوفوا الله يبارك، يعني كبيرة ولي كولر تاعها كامل حلوة. فيها مترتين ونص يا أمي الحبيبة على 4 مترات، ها الله يبارك ما شاء الله. هذه زربية واجدة خالصة، وكما شفتوا معايا المرة اللي فاتت تاع المتراج، أو عندنا متراج دوك نروحو نشوفو مع بعضنا المتراج. شفتو لي كولر تاعو، قلنا هاوليك يحتاج بالمترا، هاوليك هذا العرض تاعها مترتين. اما بالنسبه اللي كنا نشوفوا فيها مترتين ونص، هذه فيها العرض تاعها مترتين، وتدي شحال بغيتي يا امي الحبيبه في الطابي فان. هذا السعر تاعو 220 يا امي الحبيبه. اما بالنسبه للطابي فان هذا يعني واجد خالص، فيه لي كولير الله يبارك ما شاء الله. كما راكي تشوفي يا امي الحبيبه، هذا اللون الوردي في الكاليتي المليح، يعني وباين خشين، وكاين كاليتي شويه في مثال هاوليك هذا شويه، وكاين كاليتي محفر مليح هاوليك هذا محفر، ها كما راكي تشوفي يا امي، ها جولة في الطابي المحفر. هذا أنيق وجميل كما قلنا، فيه مترتين ونص. على كل حال السعر تاعها 1380 في الكاليتي، هذا 1380 هاديك. فيه ليكولير بزاف خلاص، دوك نشوفو ليكولير تاع 1380. عندنا الروز، عندنا الكرونة هكا كلير، وكاين كرونة فونسي، عندنا في النوار هاوليك ليكولير الله يبارك ما شاء الله. كاين نوار بالروج، يعني ليكولير مخلطين بزاف، كاين نوار بالكري، كاين كيما هذا كيجي مارون مخلط بالباج، لي كولار يعني الله يبارك عالم كبير. اما بالنسبه للكبار كيما هذا اللي قلنا الكاليتي المليح المحفره، هاي لي كاليتي محفره فيها لي كولار حتى هي. هذه السعر تاعها 1780000، ما تنساوش فيها متر ونص على 4. هذه المحفره هاي اللي كيفاش تجي محفره وفيها لي كولار بزاف خلاص حتى هي. متابعينا الاوفياء كما شفتوا معايا طابي فان هذا فيه مترتين ونص على 4 مترات، وعندنا تاع المتراج اللي كنا قلنا عليه يدير 220، كل واحد وقيسو كل واحد قدا يحب يدي. زيادة على ذلك يا امي الغالية الحبيبة، عندنا طابي فان ثاني واحد اخر فيه مترتين على 3، نشوفوا السعر تاعو يعني ماشي غالي بزاف، واجدة خالصة ولي كولار كامل حلوة يا امي الحبيبة. كما راكي تشوفي يا خالتي العزيزة، لي كولير تاع طابي فهذه مترتين على 3، خيري واختاري ودي وحدة للدار يا أمي الغالية. الأزرق كاين، الوردي كاين، الكرونة كاين، الأسود كاين، الكري كاين، المارون كاين، أي كولير حبيتيه متوفر. ما لقيتيش المتراج كاين يا أمي الحبيبة. هذا السعر تاعها 685 يا أمي الحبيبة، مترتين على 3. خالتي العزيزة كما راكي تشوفي عندنا ثاني زرابي تاع الكانيش ثاني متوفرة في المحل، أنيقة وجميلة الله يبارك ما شاء الله. الأسعار كانت تاع 1380 تجي كيما راك محفرة، ها 1380 محفرة، وكان اللي تجي مش محفرة كيما هذيك هكذا السعر تاعها 1380، نفس السعر كما راكم تشوفي عندنا محفرة عندنا سامبل. متابعنا فيا نروحو ننتقلو لحاجة واحدة أخرى، واللي هي لي كوفر تاع المطرح، ها كيما راكم تشوفوا مع زوج مخات، كوفر تاع مطرح مع زوج مخات 90000. ها فيهم لي كولار، كاين لون كري، كاين لون كيما راكم تشوفوا الازرق، كاين كيما هذاك الباج، كاين كرونه، كاين اسود، وكاين موديل واحد اخر واللي هو هذا، هاوليك الكاليتي
كي تقلب كيف كيف، حاجة مليحة أنيقة يعني وجميلة. هاوليك حاجة طوب، الله يبارك ما شاء الله. هذا السعر تاعهم 135، موديل هذا 135 في ليكولير. هاوليك وهذا قلنا ديرو 90,000، وعندنا موديل كيما هذا هاوليك في ليكولير حتى هو كاليتي، هذا هاو باين. هذا السعر تاعو 85. أمي الحبيبة نزيدو نشوفو يا أمي الغالية العزيزة، هذو لي كوفر تاع المخال. عندنا النورمال كيما هذا هكذا، عندنا هذو السمبولي خلاص، هذو تاع باكري. الله يبارك ما شاء الله هاوليك، أنا أقوى جمال. هذه دير 10,000، وعندنا موديلات أخرين. كاين موديلات كيما هذو هكذا يديرو 40,000 زوج، هذو 40 زوج، هاذيك زوج بربعين ألف هكذا. وعندنا موديلات أخرين كيما هذو. هاذيك أمي الحبيبة تحبي حاجة مشرشفة منا وحنينة وظريفة، ما عليك غير تدي كيما زوج بخمسين، هذا هكذا زوج بخمسين ألف. الله يبارك أناقة وجمال. عندنا هذي بربعين ألف، هذو هكا زوج بخمسين ألف في مليكولير أناقة وجمال، هذو بربعين ألف، هذو منا ثاني منا كيديرو 30,000. موديل كيما هذا أمي الحبيبة خالتي العزيزة، ننتقلو دركا لزربية أخرى. عندنا موديل كيما هذي في البروموسيون، هاي ليك مازالت في السولد هذي. ها هاي ليك يا خالتي العزيزة حبيتو تشوفيها، هاي ليك أمي العزيزة، ها أنيقة جميلة ورائعة تاع شنابر صغار ولا لقعات كيما هكذا في مساحة بغيتي تقعدو فيها يا أمي، بغيتي تروحي انتي رحلة انتي ولا أبي العزيز وبغيتو ديرو فيها قعدة مستيكية، ما عليك غير تدي زربية كيما هذي تطبق تحطوها في الطونوبيل، الله يبارك بسعر 145,000 يا أمي الغالية العزيزة. خالتي العزيزة أمي الحبيبة نزيد نديك الحاجة واحدة أخرى أكبر عليها برك زيها، بصح هي كبيرة وأنيقة. هاي ديك دوك نشوفوها مع بعضنا كيما راكم تشوفوا فيها، هذه الجودة تاعها تركية، هذه من الترك، حاجة مليحة أنيقة وجميلة. هذه فيها زوج تاع الأحجام، عندنا حجمين على كل حال، كان حجم فيه مترتين على ثلاثة واللي هي هذه مترتين على ثلاثة، أنيقة جميلة بسعر 290,000. هذه مترتين على ثلاثة 290,000، حاجة مليحة الله يبارك ما شاء الله، تركية كاليتي تاعها مليح هاديك. وعندنا الحجم هذا متر وستين على مترتين وخمسين، هذا متر وستين على مترتين وخمسين، هذا السعر تاعو يدير 240,000. أمي الحبيبة خالتي العزيزة زربية أنيقة ورائعة متنوعة الأحجام، عندنا الحجم الصغير وعندنا الحجم الكبير، وحبيتي تاع البروموسيون 145,000 يا أمي الغالية. خالتي العزيزة بلا ما نزيد نذكرك، عندنا السجادات كما راكي تشوفي فيه السجادات متوفرة، هذه غير 35، 35، وعندنا موديل آخر اصبروا نشوفوا مع بعضنا واللي هو هذا في الكاليتي المليحة وفي الألوان، هذا السعر تاعو 120. أمي الحبيبة خالتي العزيزة ننتقل لبلاصة واحدة أخرى نشوفوا طابي المدور. هاوليك يا أمي الحبيبة فيه تقريب أربعة أنواع أو خمسة أنواع، عندنا حاجة مليحة كاليتي مليح، حجم كبير مدورة شكلها دائري جذابة ورائعة أنيقة بسعر 350,000، زربية مدورة تركية لكل حال. قبل المغادرة فقط نزيد نشوفوا لي موديل أخرين، نشوفوا صح طابي أطفال يا أولاد يا حلوين أشربوا الحليب للصحة والقوة اسألوا الطبيب. هاوليك الطابي يا خالتي العزيزة أنيق جميل ورائع، فيه الأخ سبايدر مان وفيه الأخت دعسوقة هذه أخت عينيها كبار، وكان الأخت قطة هاذي كاتي كوتو ولا لولو كاتي ولا شو يسميوها، ها الأخ سبايدر مان شكل واحد آخر، يعني لي موتيف الله يبارك الأخ قطة. ها صبري تشوفي دقيقة يا أمي الحبيبة، الأخ توم وجيري هاوليك الأخ فأر الأخ قط، أنيق جميل ورائع كيما راكم تشوفوا الأشكال الألوان كي تجيو هنايا تقلبوا وتشوفوا، والموتيف اللي بغيتوه حنا نوفروها لكم بإذن الله. هذا السعر تاعو يدير 240,000 يا أمي الحبيبة. نزيدو نشوفوا الأشكال الأخرى المدورة، هاليك يا أمي العزيزة اللي بغيتي تاع الهول، هاهمليك هذو كامل الأشكال المدورة. نبداو لكم بالسولد، هذا بسعر 100,000 في ليكولير، خيروا اختاروا دي واحد للدار، فيه المربعات وفيه الأشكال المربعة، فيه الورق، فيه بزاف لي موتيف. هذا السعر تاعو 100,000، نزيدو نشوفوا واحد آخر ب 100,000، هذا ب 100، 100,000. عندنا موديل كيما هذا هاوليك في الوان جميله ورائعه الله يبارك ما شاء الله، ها الوان قلبوا قلب، ها 125,000، ها خير اختار دي واحد للدار. عندنا موديل في ماك في الطابي فهو مدور الله يبارك انيق وجميل، عندنا فيه متاع 220 كيما قلنا كاب 220 و 320 في الحجم كبير اكبر منه، وكان الكبيره خلاص كيما هكا شكل اوفال 480 وكاين ب 580.
أسعار تختلف كما شفتوا معايا متابعينا الأوفياء. قبل المغادرة نزيد نروح نشوفوا طابي كولوار أنيق وجميل، تبعوني. الديكور عليا أنا، نعت لكم نتوما غير عليكم حسن الاختيار برك الديكور تاعكم، تبعوني مليح. مازال ما خلصتش السلعة، السلعة مازال، تبعيني يما العزيزة. عندنا طابي كولوار كيما هكذا فيه ثلاث أحجام، واللي هي 3 مترات و 4 مترات و 5 مترات يما العزيزة. شوف يما العزيزة، تاع 3 مترات يدير 350 ألف، تاع 4 مترات يدير 450، وتاع 5 مترات يدير 550 ألف. كيما راكي تشوفي لي موتيف، عندنا كيما تاع القرعة تاع الريح هذيك، شاشة ولا واش يسميوها. عندنا تاع الأخت هذيك ورقة أنيق وجميل كيما هذا 5 مترات. ها شوف يما، تبع مليح، الجبدي هو يتكسل. ها كيما راكي تشوفي يما العزيزة، ها قريب يخرج على الزنقة الأخرى. شوفي ربي يبارك، 5 مترات منا لهي خلاص، ربي يبارك ب 550 ألف. اللي قل عليه يدير 450، واللي قل على 450 يدير 350، سما 3 و 4 و 5. زيدوا شوفوا معايا هذا الكولير الأنيق والرائع والجميل. ها كولير جذاب ورائع، تبعي مليح خالتي، تنوضي الصباح تمشي على طابي كيما هكا، تحسي بالشغل بالراحة وتحسي بالأمان، تمشي دوكا دوكا تروحي للمطبخ كيما تحطيه في الكولوار، تمشي 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 توصلي للمطبخ. كي توصلي للمطبخ تلقاي الزربيه اللي تشبه له. ها الله يبارك ما شاء الله، انيقه جميله ورائعه. هاي ليك هذو كامل يديروا 600 زربيه تركيه، انيقه جميله بالوان رائعه. هاي ليك ما شاء الله، فيها زوج على ثلاثه دير 600 ألف. لي كولير كامل حلوه. ها يما العزيزه ما عليك غير تزورينا برك، غير روحي شلي عينيك ونفخي شويه قلبك، ونهار كي ينوب ربي ان شاء الله تعاودي تجي تزورينا وتعاودي تجي تشري. زورونا انا حتى ما تشري، واش ديرونجيونا، قلقونا، على الاقل نشوفكم انتم، نشوفوا اوجهكم الزينه الرائعه والجميله والانيقه. امي الحبيبه خالتي العزيزه، زيدونا ننتقلوا درك نشوفوا شويه طابيات. طابيات عندنا موديلات تاع سولد، عندنا تاع كوزينه، عندنا تاع شنابر، عندنا تاع دوش، لي موديل يختلفوا. نمشيو دبه دبه ونشوفوا لي موديل اللي عندنا. نبدا كيما راكم تشوفوا عندنا لوفال هذا وهكذا، يصلحوا في الهول، يصلحوا وين حبيتوا نتوما. هاو ليك في ديكولار الله يبارك ما شاء الله. هذه يا امي الحبيبه الحجم الكبير، هذه هي كبيره، كانت عندنا تاع 100 ألف خلاصت، اما بالنسبه لهذه هذه حجم كبير يا امي الغاليه العزيزه. هذا السعر تاعهم يدير 170 ألف، هذا 170 ألف 3 بياس. قبل المغادره فقط نزيد نعطي لكم موديلات اخرين كيما هذو يديروا 180، ديكولار تاعها كامل حلوه ورائعه وانيقه. هاي ليك هادو ثلاث طابيات كبار، زوز يجيو على قد متوسط الحجم، وحده كبيره فيها لي كولير الله يبارك ما شاء الله، مازال كاين لي كولير بزاف. خلاص امي الحبيبه خالتي العزيزه، نكملوا في الطابيات، قلنا هادو يديروا 170 ألف. عندنا تاع كوزينه كيما هكذا يجي 3 بياس الله يبارك ما شاء الله. هاوليك يا امي العزيزه وفيها لي كولير، هادو فيهم لي كولير بزاف. خلاص هذا السعر تاعو 220 ألف، هذا تاع الترك حاجه مليحه. وعندنا موديل واحد اخر واللي هو هذا يدير 130 ألف. ها كيما كان تاع 220 كان تاع 130 يما، ما تغيب لك ما والو. حبه تدي تاع 130 نعطيوك، حبه تدي تاع 170 نعطيوك، حبه تدي تاع 220 نعطيوك، وحبه تدي واحد كيما تقدري تغسليه عادي جدا نعطيوك. هذا السعر تاعو 100 ألف. عندنا امورات كيما هذا بالواحد هكذا يدير 75 ألف، عندنا طابيات كيما في النيلو كيما هكا يديروا 75 ألف، عندنا موديلات اخرين كيما اخت قطه الله يبارك انيق جميل، هذا يتغسل عادي جدا. السعر تاعو يدير 75 ألف، فيه كيما هكذا وفيه كيما حجم كبير. عندنا موديل واحد اخر ثاني يتغسل كيما هذا، هذا المطبخ هذا الله يبارك ما شاء الله الكاليتي تاعو مليحه بزاف. خلاص هذا السعر تاعو يدير 60 ألف يا امي الحبيبه. نزيدو نروحو نشوفو تاع الدوش كيما هذا، هاوليك يا امي العزيزه، حجم كبير بسعر 100 ألف سولد. عندنا ثانيتك موديلات اخرين كيما هادو، ها مليك ثانيتك هادو كامل 70 ألف، خيرو اختارو ديرو الدار. ها فيهم لي كولير بزاف. خلاص يا امي العزيزه، عندنا موديلات كيما هاكا يجيو خشان شويه، هادو ب 140 ألف، هاوليك الكاليتي كيفاش دايره. عندنا موديلات اخرين ثاني كيما هادو في البلاستيك، هاوليك هذا يتحط ديريكت ومخشين ها كيفاش يجي يا امي الغاليه. هذا السعر تاعو يدير 65 ألف. وعندنا موديل كيما هكا، حبه غازون حبه منا يجي طابي كيما راكم تشوفي انيق وجميل، السعر تاعو 130 ألف. وعندنا موديلات كيما هادو تحطو في الباب تاع لونطري، ولا حبه تحطوه من الباب تاع الدخله عادي جدا، هادو ب 50 ألف. وعندنا موديل كيما كيدير 30 ألف، هاوليك يا امي الحبيبه. وعندنا حاجه خشينه طوب الله يبارك ما شاء الله بسعر 95. وعندنا موديلات كيما هكا ب 35 ألف، والاكبر تاعو كيما هذا
كبير عليه يا مال عزيزة هاوليك بسعر 55 في أمي الغالية. خالتي العزيزة بدا الوقت يخلص نزر بشوية باش تبعوني مليح على الأقل باش تستفادوا. عندنا الطابية هذه يجي حطبة كما راكم تشوفوا فيها، هذا موديل الله يبارك سحري ها كيفاش يجي في الدوش، وعنده الثلاثة والتحت باش ما يزلقش. هاوليك حاجة أنيقة، هذه حاجة أخرى خلاص ماشي طابية كما راكم تشوفوا فيه، يجي شغل لوحة هذه تاع دوش أنيقة جميلة بسعر 220 في حاجة خشينة. عندنا موديلات كما كيديروا 25 في تاع الدوش حاجة مليحة، عندنا موديل هذا وعندنا الموديل هذا. عندنا تاع المطبخ هذا اللي تغسلوا حاجة مليحة أنيقة وجميلة، عندنا حجم كبير كما هذا يجي فيه دو بياس هاوليك يا مال عزيزة، هذا السعر تاعو 130 ألف. وعندنا موديل كما هذا هاوليك أنيق جميل الله يبارك ما شاء الله ها، هذا بسعر 220 ألف. زيادة على ذلك يا أمي الحبيبة عندنا هذا درنا له بروموسيون بسعر 65 ألف هاوليك، حجم كبير على كل حال، هذا حجم كبير يدير 65 ألف وفي ألوان كما راكم تشوفوا كاين المارون كاين الكرونة وكاين الموف. عندنا موديل كيما هذا شكل زربية صغيرة، هذا بسعر 28 ألف يا أمي الحبيبة، هذا راهو صولد متوفر في محلات جلال الديكور. خالتي العزيزة وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، نقول لكم درت لكم جولة واللي يسميوها الجزء الاول، اتفكروا باللي هذا الجزء الاول، مازال الجزء الثاني ان شاء الله نعاود ندير لكم فيديو اخر. قبل المغادره فقط نفكركم باللي كاين تاع الكراسه هاوليك الاغلفه الكراسي، كاين موديل كيما هذا هكذا وكاين موديل جبناه جديد هاوليك هذا، وعندنا موديل يجي كيما هكذا ها، هذا يدير 320 حاجه المليحه يجي مشرش من التحت. وعندنا موديل كيما هذا هاوليك فيلي كولر بسعر 180، هذا ب 180 الف، 6 على كل حال شفاوه 6، هذا 6 ب 320 يجي مشرشف، هذا 6 ب 180. وعندنا موديل كيما هذا يجي فيه 6 حتى هو بسعر 270. خالتي العزيزه امي الغاليه شكرا لحسن المتابعه، بارك الله فيكم، تحيه مني اليكم. قبل المغادره مره اخرى نقول لكم بارك الله فيكم لحسن المتابعه، هذا ما الا الجزء الاول، مازال الجزء الثاني نزيد نوفر لكم فيه بزاف حوايج. شكرا وبارك الله فيكم مره اخرى، الى اللقاء امي العزيزه، تحيه مني اليكم، شكرا.